أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالإسهامات الإعلامية المتميزة على المستوى المحلي والخليجي والعربي لسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، والتي أهلته بالفوز بالتكريم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، وباختياره شخصية العام الإعلامية في منتدى الإعلام العربي في الدورة 17 والذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها جلالة الملك المفدى لسعادة المستشار الحمر، منوها بهذا الإنجاز المتميز الذي يضاف إلى العديد من الإنجازات والنجاحات التي يحققها أبناء مملكة البحرين على مختلف الأصعدة وفي جميع المحافل دعما وتعزيزا لمكانة المملكة في الأوساط العربية والعالمية. كما أشاد جلالة العاهل المفدى بالخبرة الواسعة والكفاءة التي يتمتع بها سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر في المجالات الإعلامية والصحفية من خلال المناصب والمسؤوليات التي تولاها وإسهاماته في تطوير المجال الصحفي والإعلامي، متمنيا جلالته له كل التوفيق والسداد خدمة لوطنه ومجتمعه وشعب البحرين الكريم. وقد أعرب سعادة مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام عن شكر الجزيل وتقديره البالغ لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على هذه التهنئة التي تعد وساما وحافزا له على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب لهذا الوطن المعطاء، مؤكدا أن فوزه بشخصية العام الإعلامية جاء ليؤكد المكانة والمصداقية التي يتمتع بها الإعلام البحريني على المستوى العربي والدولي، وذلك بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى وثمرة مشروع جلالته الإصلاحي والذي أتاح الفرصة لأبناء مملكة البحرين لمزيد من الإبداع والتميز في كافة الميادين، سائلا الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويسدد خطاه ويمتعه بمفور الصحة والسعادة لكل ما فيه خير وازدهار ورقي هذا الوطن العزيز وشعبه الوفي.